في لقائك السابق مع محمد صلاح وأصبحت مقرب منه في إطار هذا الحوار، هل تتوقع أنه صلاح ممكن في ظل إغراءات مالية كبيرة في الدوري السعودي أو من نادي الاتحاد تحديدا يقبل الرحيل عن ليفربول لو القرار بيده؟ حينما كنت مع صلاح أعتقد أنه يقدر أكثر الرياضة أو الجانب الرياضي، بالطبع الجانب الاقتصادي مأخوذ في الاعتبار ولكنه ينظر أكثر إلى الجانب الرياضي. هو شخص صاحب مبادئ وانتماء في أكرر أن في السعودية تتردد أن المفاوضات مستمرة، ولكن صلاح أكد أنه سيبقى في ليفربول. هناك فرص مادية عديدة ولكن الحصول على ضعف الأجر وعدم الشعور بالرضا لا يناسب شخصية صلاح. عايز أسألك سؤال يخص الدوري السعودي بشكل عام، هل تتوقع أن الدوري السعودي أصبح منافس كبير للدوريات الأوروبية أم ما زالت الدوريات الأوروبية الكبيرة الخمسة الكبرى محافظة على مكانتها كدوريات العالم كله يهتم بها؟ سألت هذا السؤال بالأمس لمديري و لكن في الوقت الحالي ربما لم يبلغ الدوري السعودي مستوى المنافسة، ولكن في المستقبل ربما يدخل دائرة المنافسات. ربما تزداد التعاقدات في يناير، ولكن دعنا نرى ماذا تكون الإجابة على هذا السؤال في شهر يونيو القادم. المشروع الذي تتبناه السعودية مشروع مثير للاهتمام، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت. ويعتبر يعني يتوقع أن تحدث هذه المنافسة في المستقبل. طيب في سؤال سايبه لي الختام، وهو سؤال في كثير من الفضول مني شخصيا، يعني كيف أجريت هذا الحوار مع محمد صلاح؟ كيف حصلت على موافقته؟ ما كانت كواليس هذا الحوار الشيق جدا؟ لم يكن من السهل الوصول او الحصول على مقابله مع صلاح. عملت لقاءات مع كارباخال ولاعبين اخرين، ولكن كان من الصعب اللقاء صلاح. اللقاء معه والحديث مع صلاح كان حديثا عميقا، و أعتقد أنني سأشتاق إلى صلاح في أوروبا إذا ذهب إلى السعودية. لا أعتقد أن المال هنا هو العامل أو هو العنصر الأساسي. شخصيا وببساطة كشخصية وكرياضي أبهرني الحديث معه، وتحدثنا في كل الأمور التي رغبت بالحديث فيها. هو لاعب عندما أعتزل الصحافة أعتقد أنني سأندم على عدم رؤية صلاح يلعب في إسبانيا، وربما أنا يعني لست سعيدا ألا أرى صلاح لاعبا في إسبانيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا الحوار، إدواردو جورناجو الصحفي السابق بكيت اس الإسبانية وحاليا مدير تحرير جريدة لازورد الإسبانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.